يغرد لك أيوب شوش، رئيس جمعية التضامن للتنمية والتنشيط الاجتماعي والثقافي بن ناظور. اليوم تم تنظيم حفل توقيع المجموعة القصصية سمفونية المفاتيح للقاص الدكتور محمد أمحاور من تنظيم جمعية التضامن للتنمية والتنشيط الاجتماعي والثقافي بن ناظور بشراكة مع جمعية اتحاد كتاب المغرب فرع الناظور وبتعاون مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بن ناظور. هاد حفل التوقيع شارك فيه عدة أدباء متخصصون أساتذة لهم باع طويل في هذا المجال. إذا هذا الحفل توج بتوقيع هذه المجموعة القصصية برئاسة صاحبها وهو القاص الدكتور محمد أمحاور. فشكرا للجميع، شكر كذلك موصول لكل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا الحفل، والشكر موصول أيضا للجريدة الإلكترونية ناظور سيتي على تغطيتها ومواكبتها الدائمة لجميع المحطات الجمعوية الهادفة في إقليم الناظور. لا يثقل على القارئ ولكنه لا ينبهر. هل نعيش زمن الحداثة المعاصرة؟ أسئلة كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد أمحاور، رئيس مصلحة تأطير المؤسسة التعليمية والتوجيه بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، عضو اتحاد كتاب المغرب، رئيس جمعية دوار برغوث للتنمية والتنمية والتضامن بذلك بدني ببني سعيد، كاتب أكتب النقد الأدبي وأهتم بالبحث التربوي. لدي مجموعة من الإصدارات أهمها شعرية القصيدة العربية، تجليات حداثية في النقد والإبداع، سمفونية المفاتيح مجموعة قصصية وهي موضوع هذه الندوة وهذا الحفل الحفل أو توقيع هذه المجموعة من طرف جمعية التضامن جمعية التنمية التي يرأسها السيد أيوب الشوش مشكورا، وبتنسيق مع اتحاد كتاب المغرب فرع الناظور وكذا مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم. إذن لا يسعني إلا أن أشكر الجهات المنظمة لهذا ولحفل التوقيع، توقيع المجموعة القصصية سمفونية المفاتيح، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأتمنى لهذه اللقاءات أن تستمر وأن نعيد للثقافة المغربية الجادة راهنيتها و استمراريتها أيضا. إذا هناك أبناء المنطقة بالناظور يبدعون أجناس أدبية مختلفة في الشعر، في القصة، في الرواية، في المسرح. لدينا كتاب مبدعون يكتبون في مختلف المجالات. إذا يجب تشجيع هذه الفئات، تشجيع الكتاب الكاتبات من أجل إعطاء إشعاع حضاري وثقافي لمدينة الناظور العريقة العزيزة علينا جميعا. جميل حمداوي، لقد التقيت مع الدكتور محمد أمحاور في 2006 بمقعد النخيل، وفي هذه الفترة تعرفت إليه باحثا ونشيطا وعالما ومثقفا ومبدعا متميزا. وما يعجبني في الدكتور محمد أمحاور تنوع اختصاصاته
فهو مغوار في مجال التربية والإبداع والنقد، وهو خريج كلية الآداب بالرباط، مما سمح له من التمكن من أدوات النقد المعاصر. لذلك كنا نشترك في كثير من الأعمال التربوية والنقدية والثقافية بمدينة الناظور التي بدأت تعرف ركودا ثقافيا خطيرا بسبب التهميش الذي طالها، وبسبب ما تعرفه من نكسة ثقافية على جميع الأصعدة والمستويات. ومن ثم فمحمد أمحاور يعد من النقاد الذين يتبنون النظريات والمناهج النقدية المعاصرة ويستعملها في تحليل النصوص تفكيكا وتركيبا وانفتاح متميز على نظريات ما بعد الحداثة أيضا، كما أنه يمارس الإبداع القصصي والقصة القصيرة جدا من أجل إغناء ثقافته وتوسيعها للإطلاع على أجناس أدبية جديدة. وأتمنى له النجاح والتوفيق في مأموريته الإدارية والثقافية.